ربنا قال آية تحفة: وأعدوا ما استطعتم. ربنا مش طالب منك المستحيل، طالب منك ان يشوف منك ان انت بتعمل اخرك، ولو عملت اخرك ربنا هيديك اخره، وربنا ما عندوش اخر، كرمه لا يحصى. يا صباح السعادة عليك يا قلب اختك، والهنا والسرور عليك يا حبايب قلبي، نهاركو فل، نهاركو عامر بذكر الله بإذن الله. بقى النهاردة الروتين يعجبكم جدا، كله طاقة إيجابية بإذن الله، ومعانا مشكلة كده برضو حد هنعرضها عليكم، وإحنا بنفيد بعض يا جماعة. محدش يعني يقول لي يا نجا المشاكل بتزيدنا اكتئاب، لا بالعكس، إحنا بنحل وبناخد عبرة وبناخد عظة، وطبعا المشاكل دي كلنا بنقع فيها، فربنا يجعلنا عون لبعض يا رب العالمين. أول حاجة كده أنا قمت حضرت اللانش بوكس لياسين، لأن ياسين النهاردة عنده حفلة، كل آخر شهر بيعملوا له حفلة في الحضانة اسمها حفلة الفواكه، فطبعا أنا ما كانش عندي متوفر غير الفواكه دي، فحاولت ان انا يعني اعمل له ايه حاجات كده واشكال بيها زي ما انتم شايفين، ويا رب ايه يعني يعجب الميس، لان الميس قالت احسن لانش بوكس هو هياخد ايه هدية يعني، او يعني هيقولوا اسمه يعني ان هو احسن لانش بوكس، فهو كان جاي متحمس بقى امبارح ان انا اعمل له لانش بوكس حلو بالفواكه، فده اللي كان متوفر عندي، ويا رب يكون حلو. انتوا ايه رأيكم فيه؟ عملت له كده كمان سندوتشين جبنه، وحطيت له العصير والبسكوت اللي هو بيحب الفريسك ده، انا وهو بنعشقه. وبعد كده رحت لبسته، طبعا ما لبستهوش اليونيفورم بتاع الحضانه، لبسته ايه طقم خارجي يعني سويتشيرت وبنطلون جينز والكوتش، وحطيت له الحاجه بتاعته في شنطته، واللانش بوكس اللي فيه الفواكه حطيته كده في كيس، عشان انا خفت لحسن يعني اما احطه في الشنطه يتدهول على بعضه، يعني الفاكهه تقع على بعضها، فانا عايزاها مترصصه كده. طبعا مريم بقى عندها امتحان النهارده، ادعوا لها، عندها امتحان قران، امتحان الشهر يعني، فهي بقى هتنزل تودي اخوها، وبعد كده هنرجع نذاكر انا وهي، عشان هي عندها الامتحان الساعه 12 الظهر، هي بتروح الظهر يعني. بس كده حبايبي، النهارده بقى مشكله اختنا وحبيبتنا في الله على القناه بتقول لي: يا نوجا انا بجد تعبت جدا امبارح، حصلت معايا مشكله كبيره مع جوزي، وانا حاسه ان انا مش غلطانه فيها خالص، وهو الغلطان، ومشكلتي وانا ما خرجتش من البيت، يعني انا غضبانه منه بس ما خرجتش من البيت ومشي على نصايحك. المشكله بقى كالاتي، استنوا بصوا يا بنات، هقول لكم على المشكله، بس هقول لكم انا بعمل ايه. انا هنا بعمل كده زي قرص حلوه جدا جدا، بس هقول لكم المقادير. حطيت كوبايتين من الدقيق، كيس من الخميره، حطيت معلقه رشه ملح ومعلقه سكر، تمام، دي خميره فوريه، وحطيت معلقتين من السمسم، وحطيت معلقتين من حبه البركه، وحطيت كوبايه ميه دافيه. وانا عندي عجان على فكره، طبعا اللي عارفني ومتابعني عارف ان انا عندي عجان، بس انا ايه قلت طبعا مش مستاهله دي كوبايتين دي اعجنهم على ايدي، وكمان عشان اعرفكم ان الموضوع سهل، لو ما عندكيش عجان عادي خالص، العجينه كده ما بدات تلزق في ايدي هي كده ما فيهاش ميه كتير ولا حاجه، بالعكس العجينه الناجحه هي اللي بتفضل تلزق في الايد كده. المهم حطيت بقى شويه دقيق كده على الرخام عشان ما تلزقش مني وانا بعجنها، وقعدت اعجن فيها حوالي بالظبط 5 دقايق. بعد كده زي ما انتم شايفين العجينه اتلمت وبقت زي الفل، هنسيبها بقى تختمر وتعالوا نشوف اليوم هيمشي ازاي. المهم يا حبايب قلبي، بتقول لي احنا هنخش بقى في المشكله تاني اهو، بتقول لي: يا نوجة انا والله من ساعه ما اتجوزت بقالي اكتر من 4 سنين ومعايا طفل واحد، وجوزي بيحب يحكي لمامته ولاخواته الصبيان المشاكل اللي جوه اوضه النوم نفسها، وانا يعني عماله اقول له ما ينفعش كده ومش عارفه ايه اللي حصل بقى اللي زود المشكله، وهو كل مره يقول لي: لا خلاص، وبعدين ده انا بحكي لامي عشان تنصحك وتدردحك وتعرفك. المهم كانت حماتي بتيجي تحرجني كتير، وانا كنت خلاص باخد الكلام عادي لما كان بيجي يقول لي مش هقول كده تاني. اللي زود المشكله امبارح ايه بقى، لقيت سلفيتي طالعه بتخبط عليا وبتقول لي ايه: اعملي لنا كده كوبايتين شاي وتعالي عشان انا عايزك في موضوع مهم جدا. رحت قلت لها خلاص ماشي. وبالمناسبه سلفيتي دي اكبر مني يجي 5 سنين، ومتجوزه بقالها كتير، ومعاها بنات كبار يعني. المهم يا نوجة راحت جت قالت لي: بقول لك ايه، كذا 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 مشاكل كانت بيني وبين جوزي،
بالنسبه يعني ايه للاماكن الحساسه، وان الاماكن الحساسه غامقه، وان انا والله العظيم يا نجا مهتميه جدا بنظافتي الشخصيه جدا جدا فوق ما انت ما تتخيلي. انا اعتبر عروسه جديده ومعيش غير طفل واحد، يعني مش ملهيه ولا اي حاجه، ولكن هو مش عايز يفهم ان في ان يعني مهما تعملي خلاص الاماكن دي ساعات بتبقى كده. وانا قلت له وبتحرج جدا وعارفه وبتضايق، وساعات بيعايرني ويقول لي شوفي نفسك مش عارفه ايه، اهتم بنفسك، اهتم بنظافتك الشخصيه. المهم راحت طلعت سلفتي وقعدت تتكلم كده، وحسيت ان هي بتتكلم باسلوب وحش لكن مش مباشر. وراحت قايله لي ايه، ايه رايك اخدك عند دكتور ومش عارفه ايه، في دكاتره كتير قوي بيشيلوا الحاجات دي بالليزر ومش عارفة ايه. رحت انا برضو كسفتها وقلت لها ليه، وانت روحتي عملتي كده؟ على العموم ما تتكلميش معايا في حاجة زي كده، الحاجة دي تخصني انا وجوزي. ورحت متصلة بيه قلت له بقول لك ايه، انا مش عايش معاك وعايزة اتطلق. ورحت متصلة بماما ورحت قايله لها، لان انا حسيت ان انا اتجرحت وحسيت ان الموضوع واخد فوق حده. ورحت داخله جبت لها كميه الكريمات والحاجات اللي انا بستخدمها. انا طبعا مش قله ثقه في نفسي، بالعكس انا واثقه في نفسي جدا، بس انا جبت الكريمات وقلت لها بص انا بستخدم حاجات لا انت عمرك شفتيها ولا عمرك هتعرفي تجيبيها، وحاجات ماركات وحاجات غاليه. بس كده يا نوجا. المهم المشكله كبرت وطلعت حماتي وطلع جوزي بقى، وبقت مشكله كبيره. وماما جت وبابا وحلفوا ان انا امشي، وانا صممت ان انا ما امشيش من البيت، عشان انت على طول بتقولي الواحده مهما حصل ما تسيبش بيتها وتمشي. بس انا بجد حاسه ان انا مجروحه جدا، والموضوع حاسه ان هو مش هيعدي كده مرور الكرام. المهم قعدت وسكت وهديت بابا وماما ومشيوا وسبته بقى، قلت له اعتذر لي عشان ابدا ان انا اسامحك، والموضوع ده لو اتكرر تاني انا حرفيا هتطلق. راح قال لها انا لا هعتذر، وانت اللي المفروض تنزلي تعتذري لمرات اخويا الكبير وتعتذري لمامتي وتبوسي على دماغهم، يا كده يا اما مش هنكمل مع بعض. وانا حرفيا مش عارفه اعمل ايه، ارجوكي ارجوكي نزلي مشكلتي علشان اعرف اتصرف ازاي. وجزاكم الله خيرا وبحبك جدا، وانت بعتبرك زي اختي، وانت والله العظيم يا قلب اختك. انا كمان كل الناس الجميله اللي معايا في القناه بعتبرهم زي ايه، اخواتي وحبايبي. هنا عايزه بس ايه اوضح حاجه انا بعملها. بصوا حبايبي، انا بعد ما عجنت العجينه حطيت شويه زيت زيتون تمام، وبعد كده رحت مغطيه العجين. بعد ما خمرت رحت واخداها مريحاها في الصينيه دي حوالي 5 دقايق او 10 دقايق قبل ما ان انا ايه اعملها رول تمام. حبيت ان انا اريحها كده وهي مفروضه نص فرده عشان تبقى مورقه وزي الفطير. المهم حشيتها جبنه، ممكن تحشيها اي حشوه انت حباها، جبنه رومي، جبنه بيضه، اي حاجه. المهم انا بحب جبنه عبور لاند جدا، ممكن تحطي جبنه قريش، اي حاجه. المهم حاولت ان انا الفها زي الرول، حسيت بقى طبعا ان ايه لا هي محتاجه ان هي تتفرد اكتر على الرخامه. المهم جبت نقطه زيت صغيره كده حبايبي، ورحت فرداها على الرخامه زي ما انتم شايفين كده، وهي تشبه السينبون كده، يعني تشبه عجينه السينبون في الفرد بس مش في العجينه نفسها. المهم هبدا الفها كده بقى، وبصوا زي ما انتم شايفين وانا بلف ببدا ايه ان انا اضغط عليها عشان تدي معايا طول وتدي معايا عدد معجنات او مخبوزات اكتر. بصي هتلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهوله، وما فيش احسن من كده. عايزه اقول لكم ان ريحه الخبيز في الصباح كده بتبقى حاجه روعه جدا. طبعا انا بعمل الفطار الجميل ده لمريم، وهي حاليا قاعده بره بتذاكر، وهنفطر انا ومريم ويونس، زياد في المدرسه واوشا في الحضانه، ومحمد اللي هو جوزي نزل الشغل من بدري وما بيفطرش الكلام ده، وبيشرب كوبايه شاي وخلاص كده او قهوه. المهم كده هقطع بقى كده، قطعيها زي الرول كده، وبدات ان انا رصصها، ودهنت الصينيه بتاعتي من الزيت، سخنت الفرن بتاعي على درجه حراره 180، هدهن بقى الوش كده رش يعني بسيطه كده من الحليب، مش مضاف عليه اي حاجه تمام. وبعد كده هدخلها الفرن، ويلا بقى نكمل انا ردي عليكي ايه. وطبعا انا مستنيه رايكم يا حبايبي في الكومنتات. انا عايزه اقول لكم يا جماعه، بالنسبه للاماكن الحساسه تحت الابط، مكان البكيني، الركبتين، الكوع، في اماكن كده في الجسم
بتبقى غامقة عادي خالص، ملهاش علاقة بالنظافة الشخصية، ملهاش علاقة بأي حاجة. أنا عايزة أقولك إن ممكن الأماكن دي تغمق زيادة عن اللزوم لما تكوني انتي تعبانة نفسيا. التعب النفسي يا جماعة بيأثر على الجسم، بيأثر على الوش، بيأثر على الجلد، بيأثر على كل حاجة فينا، على بشرتك، كل حاجة. بصوا هنا حبايبي، المعجنات طلعت ما خدتش. بصوا عايزة أقول لكم قسما بالله، عجنت وخبست وكل ده ما خدش معايا تلت ساعة، فما تستصعبوش الموضوع. اعملي حاجة سخنة كده تدفي بيتك في يوم شتوي كده صباحي، وتعملي كده عملت كمان بليلة. المهم نرجع مرجوعنا تاني. عايزة اقولك ان نفسيتك بتأثر على بشرتك وعلى جسمك وعلى الاماكن الحساسة اللي انتوا بتقولوا عليها وعلى كل حاجة. لو جبتي والله اغلى الماركات. كمان في دكاترة موثوق فيها جدا بيقولوا ان الجسم مش كله لازم يكون لون واحد. انا طبعا قبل ما يعني ما برد عليكي، لا بقول لك والله فعلا في دكاتره كتير اثبتت دراسات ان مش كل ان الاماكن دي عادي لو كانت غامقه عادي يعني. فاحنا مش عايزين نخش في حاجات تانية. انا عايزه اقول لك يعني معلش يعني انا اسفه والله مش عارفه اقولها ولا عيب، عيب مش هقولها. المهم ما علينا، بس عشان ما نخشش في كلام تاني. النبي لا اقولها بقى واجرى على الله واللي يحصل يحصل. يعني اختي هو ما عندوش اماكن غامقه؟ انا قصدي على الكوع والكعبين، محدش يوديني في سكه تانية ارجوك والله يكرمكم. بعد بقى ما عملنا الفطار المتين ده، ايه رايكم فيه؟ يا رب يكون عجبكم. تعالوا بقى اوريكم شويه حاجات انا جبتها اونلاين من جوميا. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي جت والله العظيم صدفه باحته باحته. اختي كانت هتشتري حاجات وقالت لي ده في عروض اللي مش عارفه الجمعه البيضاء. على فكره انا ما بعرفش اشتري حاجه من على السوشيال ميديا حقيقه، اختي جوزها اللي بيشتري لها. فانا بقى ايه رحت حاشره نفسي وقلت لهم لا انا عايزه كذا وكذا وكذا، والصراحه ما قصروش. وعايزه اقول لكم باذن الله الحاجه تعجبني وتيجي زي ما انا اخترتها بالظبط. وطبعا لو حابين الاسعار عادي برضه هقولها لكم مفيش مشكله، لان يعني دي كلها حاجات بيت، رفايع البيت. يعني اول حاجه نفتح الكرتونه دي ماشي، عشان انا عايزه اشوفها من ساعه ما جت. هنقول بسم الله ونستعين بالله، وما تنسيش يا اختك تحط اللايك ماشي، عشان انا ان شاء الله ناوي اعمل بقى تعديلات وتغييرات وكده، وانتوا عارفين بقى. هنمسك المطبخ ان شاء الله نعمل فيه شويه ديكورات حلوه كده، بس ايه نفسكم معانا كده وايه حطوا لي اللايك. بسم الله البرطمانات بتاعت ايكيا اللي كنت هتجنن عليها. هو ده حلو؟ بصوا عارفين عايزه اقول لكم ان انا برطمانات ايكيا دي انا عايزه اروح ايكيا دي بعيد عني جدا، الناس اللي بتتابعني بره مصر بعيد عني جدا جدا. فانا لما لقيتها معروضه على جوميا فما يعني على طول قلت ايه اجيبها. ماشي خدي يا مريم اديله الفرقع على البتاع دي. طبعا هم اول ما شافوا البتاع اتفرع جم ده. يلا بقى نشوفه من جوه عامل ازاي، والحمد لله مقفلينه تقفيل حلو جدا. يعني بصوا يا اخوة الوسيم اوريها لك. على فكرة انا مش عارفة ده بتاع ايكيا ولا لا، اعرف منين؟ اعرف منين؟ مش عارفة هو بتاع ايكيا ولا التقليد الصراحة مش عارفة، بس انا مش جايباه من على الموقع ايكيا، انا جايباه من على جوميا. على العموم في تاني اهو ده بيتهيألي برضو، تعالوا نشوف هو ولا لا. بصوا انا بعشق فتح الحاجة يعني. تحس ان انت ايه جايلك هدايا. تحس ان هي جايلك هدايا من خارج البلاد. بصوا لا مختلف، دي شكلها تقليد. دي اللي تقليد ولا دي؟ لا دي اللي تقليد. بصوا هو من الاخر انا حاسه ان دول مش تبع ايكيا اصلا، فاللي بيفهم في الحاجات دي يا جماعه يقول لي بالله. انا حاسه ان اللي دلوقتي في ايدك هما الاتنين نفس الخامه. مع الاستمرار بقى نشوف ده بيقشر هنا. بصوا هي دي العلبه مش مكتوب عليها. لا لا دي ايكيا على فكره، قلت لك تعالي اوري لهم كده دي ايكيا.
قلت لك يا امي. بصي كلمه ايكيا الصغيره دي، لكن دي مش ايكيا خالص، دي ايكيا هنا. تفضل، دي ايكيا دي تقليد. ما علينا، خلوهم برضو عادي مش هيكسروا. تعالوا نشوف تاني حاجه. على فكره انا يعني انا اللي مختاره الحاجات دي، فانا مش متفاجئه، بس عشان دي مش هديه، انا اللي مختاراها. طبعا دي ثلاث فازات كده كانوا مع بعض برضو كيوت. دي ودي بصوا، هما البرطمانات كانوا ب 260 الاربعه، تمام. وفي واحده رابعه معاهم اهي. امي امي حاسه بتعلم الفرق. خدي خلاص اهو ثلاثه اهو برضو ايه حلوين. تعالوا نشوف دي ايه بقى. هي دي حاجه خفيفه، انا معقوله كنت مختاره حاجه خفيفه قوي كده. ايه الليد؟ الليد اللي انا هعمل بيه الديكورات بتاعت الشتاء. تعالي يا توتا جربوا لنا. بسم الله. بصوا طويل، انا جايباه اللي هو النور ال فيش. الفيشة هتلاقيها اللي جنبي. تعالي يا توتا. بس يا رب يكون هو بقى اللي في دماغي، يعني اللون اللي هو الدهب الاصفر ده. بسم الله. يا فارقة. اوعي ما فرقعش. هو اللون اللي انا كنت عايزاه. دوس على العلبة، العلبة وقفيه كده. بس انا عايزه اسالك كده، بصوا ده هنعمل بيه الديكورات ان شاء الله بتاعت اكي. هاتي بقى شيلي اوعى اقعدي. طبعا ما كنتش لاقيه اللون ده متوفر عندي، فانا جبته يعني، فمعلش اعذروني عن الهيافه اللي انا فيها يا ولاد. تعالوا بقى نشوف دي ايه. يعني انا الحاجه اللي كنت محتاجاها بدل ما انزل السوق رحت مشتريها اونلاين وخليته في الشركه مع ايه ده؟ ايه ده؟ ده دفتر ده؟ اعملي ستوب. بصوا يا بنات دي بقى ايه؟ بسم الله، دي المعالق اللي انا كنت هموت عليها. اوريها لهم؟ بس مش عجبتني عشان طويله قوي. ايه ده؟ هي حلوه قوي 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 قوي، حتى اوريها لهم. واو جميله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بس طويله قوي بس كده. طويله شويه بس ده ما يمنعش ان هي تحفه. بصوا كان نفسي تبقى قصيره شويه. بس تعالي استنى نشوفها. طويلة قوي، هتاكلي ازاي يا ماما؟ من ورا من ورا معمولة. من عارف. المفروض انا جايباها للشاي الصبح وكده. بتتلخلخ حلوة حلوة. اهي بنت اهي. جبتها برضو من على جومي، كل الحاجة دي من ايه من على جومي. كان نفسي تبقى قصيرة شوية. حلو حلو. نفتح دي كمان. ايوه دي بقى اللي انا قاعده ابص لها. لا مش هفتح، هفتح الاصغر. ليه 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 ليه؟ شايفين يا جماعه؟ انا حر. بتعنت فيا. انا حر. ايه ده؟ ده المنبه بتاعي. جبت بقى المنبه عشان طبعا الولاد. عمرنا ما هنجيب من المدرسه ثاني بسبب المنبه ده. عارف؟ هو المنبه الرقمي. طبعا هنا محتاج حجاره. بياخد ثلاث حجاره صغيرين. طبعا انا كنت طالبه لونه ابيض، معرفش ليه اسود. الابيض كان هيبقى. طبعا هبقى يعني احط الحجاره وابقى اوريه لكم. حلو الاسود برضه مش وحش. تعالوا بقى نشوف ايه دي. كبيره يا امي. ايه؟ والله ما بيضافوا حاجه، كل حاجه لا عارفه انا متشوقه اشوف الاداه اللي انت جايباها في الكبير.
على فكره هي يعني انا اول مره اشتري من اونلاين وكده، بس اختي اللي قعدت تشجعني مش عارفه دي مقفلينها جامد قوي دي كده يعني فيها ايه؟ اكيد حاجه قيمه. دي المضات اللي انا جبتها بتاعتي. ايوه اكيد مضات عشان يو كل ده يو انا هلعب لحد ما الصبح. يا ام ما اتفرعهاش كلها. يو كل ده ليه؟ ليه معرفش. احذفيه. لا ما تقطعيش ورا الكاميرا عشان في ناس بتتضايق. اه خلاص مش هتقطع معلش. هتقطع بقى لما يلا نشوف. دي واو مجات. مج الكريسماس. ايوه الهلها. ما هو كده شوف ودي. وده المج الثاني. ما تقطعش في ودن الناس. راح تقطع بعيد. اهو. ومالكش دعوه دي بتاعتك. عايزه اقول لكم ان ده ب 65 جنيه. انا عارفه الاسعار بتاعتهم كلهم على فكره، ده ب 65 جنيه، جبت الاثنين دول. حسيت انه سعره حلو لان انا سالت عليه بره لقيته ب 150 جنيه. ليه؟ عشان عليه بس شجره الكريسماس، هو مش عليه بابا نويل على فكره، ده كرتون. ده زي ذئب وزرافه. تمام عشان ما حدش بس يقول لي انت جايبه يا نوبه حرام وبابا نويل كده، لما ما جبتوش، بابا نويل مين ده اللي انا جيبه؟ هو حرام؟ ايوه صح. حرام طبعا. تعالوا بقى نشوف دي برضو كان نفسي اجيبها بقالي فتره برضو من ايكيا وجبتها اخيرا وليس اخيرا. واو هي ده الطقم ده. برضو من ايكيا يا جماعه مكتوب عليها ايكيا، وده كان نفسي بقى اجيب الغطا الاخضر ولكن ما لقيتهوش. ده طبعا كلنا عارفينه، ده الطقم اللي هو بتاع العلب الحظاظ دي، كنت عايزه اجيبها عشان اشيل فيها خزينه، اشيل حاجات في المطبخ كده يعني. فجبت دي كمان خليها هنا، دي بقى ايكيا برضه مكتوب عليها ايكيا. تعالوا نفتح دي ولا دي؟ خلاص نفتح ده عشان خاطر مريم. ايوه حبيبتي يا ماما. اهو شوفي بقى ما تقطعش. ان شاء الله ربنا يكرم كده وابقى اجيب لهم برضه اوردر خاص بيهم. ايوه ايوه طبعا. انا تحدث تحدث لك ايه؟ يا حبيبي والله تلعبوا كده لما تشبعوا. اسألوا بس. ترموز بقى. أنا توتة ما تجيش دي أكيد أوي. أنا دي الأرفف بتاعت ال دي الأرفف بتاعت الحوامل. الأرفف بتاعت البرطمانات. بس عايزة مش عارفة استنوا بقى أما أطلعها. اعملي ستوب يا توتة عشان دي شكلها صعب على ما تخلص. بصوا حبايبي هي دي بقى، بس كانوا يعني لفينها لفه تقولوا هتهرب. المهم وكانت دي المسامير بتاعتها، وعايزه اقول لكم ان دي الارفف بتاعت ايكيا، انا كنت طالباها بيضه برضو، جت لون خشب. بصوا دي اللي بيتحط فيها كده، ده كده ايه ده؟ هم اربعه بيتحطوا فيها، وانا جايبه 8 وجايبه حامل الايه الاثنين الحوامل اهم زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. اهو هحطهم كده يهم فوق بعض كده يعني هنشوف. المهم عايزه اقول لكم ان خشبهم حلو جدا. بفكر ادهنهم ابيض، قولوا لي ادهنهم ابيض ولا اسيبهم زي ما هم. اخر حاجه بقى يا حبايبي محتاجه بقى رايكم يا بنات في المشتريات اللي انا جبتها وفي مشكله النهارده. وانا رايي قلب اختك لو حصل منه الموضوع ده تاني واتكلم في اسرار تخص البيت مع سلايفك مع ده مع ده مع ده ما تعيشيش معاه، وانا اللي بقول لك اهو.
وبيت اهلك اولى بيكي، لان ده غير امين عليكي، حرام يعني ان هم اصلا حرام جدا ان هو يتدخل في حاجه زي كده، يعني يدخل ناس في حاجه زي كده. دي اسمها اسرار بيوت، اسرار بيوت دي بقى الاسرار البيوت اللي فعلا ما ينفعش تطلع. ما تعتذريش لحماتك ولا تعتذري لسلفتك، ده اقل واجب. انا لو منك قسما بالله يعني، بس الحمد لله يعني، اقعدي في بيتك وشوفي ايه اللي هيمشي بقى معاه الفتره الجايه. المهم يا حبايب قلبي، انا محتاجه رايكم جدا، اكتبوا لها في الكومنتات يا بنات، لان هي حرفيا يعني محتاجه رايكم. حطيت بقى هنا حجاره للمنبه، عايزه اقول لكم ان ده من احلى المنبهات اللي جبتها، هو ديجيتال. اكتبي منبه ديجيتال على اي منصه انت حابه تشتري منها وهيطلع لك حاجات كتيره. ده كان عامل 200 جنيه بس، حبيته جدا وتحفه زي ما انتم شايفين. حطيت في الحجاره وبدات بقى ان انا عايزه اظبطه بالشكل ده. بياخد 3 حجارات، وخدت وقت على ما عرفت ان انا اظبطه بالزراير اللي ورا دي. الحاجة حلوة ويا رب تعجبكم، بس قولولي اهم حاجة رأيكم في الكومنتات وبالله عليكم. اما بقى بالنسبة عن كلمة السر النهاردة، كل واحدة فيكم هتقولي رد فعلها لو هي كانت مكان صاحبة المشكلة بتاعت النهاردة وسلفتها طلعت لها والكلام ده كله، قوليلي رد فعلك عشان نشوف رد فعلنا زي بعض ولا لا. هنا بقى دي الصينية كمان اللي انا جبتها. انا عن نفسي لو ده لو حصل معايا الموقف ده، انا ما كنتش هسكت وكنت هعمل اكتر من اللي هي عملته، لان دي اسرار بيتي ما ينفعش ان اي حد يجي يحاسبني فيها او يكلمني فيها. وبحبكم جدا، استودعكم الله الذي لا تضيع.